كيف نطالبهم بتطوير الخطاب الديني والتصدي للأفكار المنحرفة وهم يعانون هذه المعاناة المعيشية والاجتماعية؟ هنشوف لسه معاك وعندنا في ثلاثة في سوهاج، هنشوفهم واحد حلاق، واحد سائق توك توك، واحد ميكانيكي. هنشوف لسه تحقيق تلفزيوني عنهم، بس خليني يعني أبدأ بالشيخ محمد الأزهري على طول. شيخ محمد، فعلا اضطريت تشتغل سائق تاكس؟ إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أتقدم الشكر لحضرتك ولأسرة القناة، وأود أن أؤكد دائما وأبدا بأننا نقف مع مؤسسات الدولة قلبا وقالبا، ونقف مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن معه قلبا وقالبا، حتى لا يعني لا يتكلم أحد في حقنا بما يسوء. ونؤكد بأن خطيب الجمعة لا يقل أهمية عن ضابط الجيش أو ضابط الشرطة أو القاضي، بل أن كل هؤلاء يأتون إلينا ليسمعوا الخطبة. أنا يسمعني ويأتي إلى مسجدي قضاة على منصات ورجال، يعني مش عايز أقول سفير سابق، يسمعني ويشهد لي بأني خطيب بارع، تمام، ولا يعرف هل أنا إمام خطيب أم سائق، ما يعرفش. السؤال هنا إزاي حضرتك أجدد الخطاب الديني واحنا بنتقاضى في الشهر 140 جنيه؟ ازاي؟ 140 جنيه؟ ايوه يا فندم. والله يعني 140 جنيه. يعني مرتبك في نهاية الشهر 140 جنيه؟ أقسم برب البرية إن مرتبي 143 جنيه من وزارة الأوقاف آخر الشهر. ساعات كمان 3 جنيه ما بناخدهمش. ازاي حضرتك أجدد الخطاب الديني وأنا واخد 140 جنيه؟ ازاي أحارب الإرهاب وأنا باخد 140 جنيه؟ ازاي؟ يعني عايز اقول ان انا مطالب مني خطبه الجمعه، الساده في وزاره الاوقاف يقولون انت مطالب بساعه وثلث بس في الشهر، تاخد عليهم 140 جنيه، الساعه وثلث دول بيعوزوا تحضير قد ايه؟ الساعه وثلث دول مش في امكانهم ان انت تهدم بيهم مجتمع وتبني بيهم مجتمع، صح يا فندم ولا لا؟ انا اللي بيسمعني ده هو عنده ان الخطيب اللي بيخطب ده حاجه كبيره، كل كلمه بيقولها يعني طبعا بتكلم عن اللي بيبالغ عن ربنا وعن الدين. كل تصرفاتك يعني هنا الشخص العادي يمكن انه يعني يعيش حياته بشكل طبيعي، ده كل تصرفاتك الناس هتقول يعني هو ده خطيب المسجد اللي قاعد يوعظنا ويعتلي المنبر، شغال سواق يعني ازاي؟ والنظره هتكون ازاي؟ واللي بيجي يستفتيني بعد خطبه الجمعه ده اقول له ايه؟ لما يعرف ان انا بشتغل كده. يعني قضية خطباء المكافأة يعني بقى يعني أنا أقول لحضرتك أنا بخطب بقى لي 6 سنين، على أمل إن في يوم من الأيام السادة في وزارة الأوقاف يقول لك هات الناس ديت نثبتهم، زي السيد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لما قال للمدرسين اللي شغالين بنظام الحصة تعالوا أنتوا تعبتوا معانا، تعالوا ثبتهم وثبتهم. يعني أنت بقى لك 6 سنين وثابت عند ال 140 جنيه؟ والله بقى لي 6 سنين على هذا الوضع. بتروح تقبضهم؟ وبركب وصلة كمان، باخد تاكسي. ما كنت لسه اسالك يعني انت بتقبضهم من يعني هتلاقيك بتعيش في قريه يعني فعشان تروح تقبضهم بروح المدينه بدفع لي 25 جنيه رايح جاي عشان تاخد ال 140 جنيه. اوقات بقول لهم حولوا لي بيهم رصيد عشان ولو قعدت يعني شويه عشان يعني تفطر عشان بس لما تقبض وبتاع فهتدفع لك فوق ال 60 جنيه يعني. في فطار دلوقتي 60 جنيه اقل حاجه يعني. ده يعني خلينا ناخد بس الجانب ده هنا. طبعا ما كانش ينفع، كان مستحيلا انك تعيش بهذا الشكل، فكان لازم تبحث عن مهنه تانية. اكيد. فاشتغلت جبت تاكسي ولا اشتغلت سائق؟ لا صراحه انا لو معايا فلوس اجيب تاكسي اصلا هسيب. لا ما ينفعش، التاكسي دلوقتي ب 200,000 جنيه لا انا انا يعني اشتغل يعني اي حد بيدينا عربيته كده. يعني بتشوف اي حد عنده عربيه يا جماعه انا سواق طبعا يا جماعه ده مش عيب، لكن العيب هو لا انا عايزه انه كمان احفظه. يعني معقوله 140 جنيه؟ يعني انا لازم احفظ له مكانته المعيشيه والاجتماعيه واخليه كمان. طب ده ازاي ممكن انه هيتصدى بقى للافكار المتطرفه وهيقعد يناقش الشباب؟ لان المساله مش خطبه الجمعه بس. ايوه فندم، ما انت في مناقشات. أيوة مع ايوه فندم. حضرتك انا دخلت مره المسجد في نصف الاسبوع يعني عشان اصلي،
فلقيت اخ من الاخوه قاعد لامم حواليه الناس وفاتح كتاب من كتب العقيده وبيشرح لهم. فانا بسمع الكلام لقيت ان الكتاب العقيده اللي بيشرح لهم من ده منه ده لشيخ من المشايخ. الشيخ ده تخرج من على يده الاف من المتطرفين والارهابيين. يعني مش عايز اقول ان معظم اسماء الارهابيين التي ضبطت تتلمذوا على يد الشيخ ده. والمفروض ان الشخص اللي خلي بالك طلب الاعلى المودودي ولا مين في فش انت يعني معك. عقيده معينه يعني لا اذكر اسماء عشان ما مش عايز يكون في حرج، ولكن هو بينشر افكار وكفرت ناس كتيره جدا صاحب الكتاب ده، والاخ عمال يشرح للناس. فهنا لم تصبوا قلت له انت حضرتك بتشتغل ايه؟ قال راجل صيدلي. قلت له طب حضرتك صيدلي ما تخليك في الصيدله، حضرتك ازهري؟ قال لي لا مش ازهري. قلت له طب يعني انت مالك ومال الكلام ده؟ الراجل ده كفر ناس كتيره، وبعدين انت بتتدخل في حاجات مش بتاعتك ليه؟ خلي المساجد لاهل المساجد والدعاء من وزاره الاوقاف ومن الازهر الشريف هم اللي يشرحوا الناس، احنا بنبني مش بنهدم. ازاي انت بتقول لي فلان كافر دهوت موقف فلان كافر ده انت هترتب عليه قتل وهدم احنا مش عايزين السكه دي وغيره وغيره كتير. ده انا مش عايز اقول لحضرتك كنت بصلي امام في القبله مره ولقيت واحد جاي من ورا وما صلاش معانا، بيقول لي يا شيخ انت صلاتك باطله. قلت له ليه؟ قال لي انت حليق اللحيه ومسمن الازار. اتاري شغال يعني في المعمار يعني عامل محاره وهو على مهنته على راسه من فوق، بس بيقول لك انا سمحت الشيخ الفلاني بيقول كذا وصلاتك باطله ومنكر اللحيه. صلاتك باطله عشان انت مش بلحيه. شوف يعني انا بنشوف يعني احوال كثيره، والمفروض مني كداعيه ان انا اعالج الحاجات دي. طبعا وانت كمان اصل انت المفروض منك انت هتظل دائما تذاكر. طبعا يعني لازم هتجيب كتب وتشوف ما الذي يحدث في العالم، لانه لو الناس سالوك وهنا لازم تكون على وعي كامل كمان. يعني كونك داعيه ده يقتضي انك هتذاكر يوميا طبعا، ولانك ممكن تنسى اشياء يعني وهتتابع بعض الامور وهتثقف نفسك حتى فيما يتعلق بشؤون الحياه. طبعا و 140 جنيه حضرتك الخطبه بالظبط بتبقى تلت ساعه بناء على تعليمات وزاره الاوقاف. واحنا بنتبع ده دلوقتي تلت ساعه. التلت ساعه دول والله انا عايز اقول لحضرتك انا بنزل من على المنبر بحضر الخطبه بتاع الاسبوع الجاي. ليه؟ علشان ادرسها كويس، اطلع خطبه تتماشى مع فكر الناس. ما اللي بيسمعني ده في منه القاضي، في منه السفير، في منه عامل البناء، في منه الفراش، في منه كذا. لازم الخطبه تشمل الناس دي كلها طبعا، وفي الشاب الصغير وفي الرجل الكبير طبعاً. لازم الخطبه تطلع تتناسب مع كل العقول ديت. طيب السؤال بقى هنا، نفسيا بتتعب لما تلاقي نفسك انك بتسوق؟ اي يعني اي حد تقول له كده انا سواق عشان اكل عيش، لو عندك عربيه انا ممكن اسوقها لك، ده يعني نفسيا ده بيؤذيك نفسيا؟ اكيد طبعا، بس هو احنا انا بنقول شرف لي ذلك. شرف لي ذلك. بس كنت تتمنى انه المسؤولين عنكم يعني يحصنك من أيوة من ده من قسوه الحياه وده حلمنا ان احنا نتعين في وزاره الاوقاف ائمه، مهنه محترمه وشريفه ونحن نؤديها بالفعل، مهنه شريفه احنا نتمنى ذلك حتى يعني نستطيع ان احنا ننفق على اولادنا وزوجاتنا. انت متزوج وعندك عندي بنت عندي بنت. يعني معقوله يا جماعه يعيش ب 140 جنيه متزوج وعنده اسره؟ الشيخ علي بقى، الشيخ علي سائق توك توك يعني اكثر صدمه، الراجل اهو سائق هيشتغل على تاكسي على. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اما بعد، احنا الازهريه يعتبر لبنى من لبنات بناء هذا الازهر. هو اللي شكلنا منذ الصغر، العقل ده عقل الطفل الصغير اللي دخل الازهر، اسفنجة ان وضعتها لمؤاخذة في كوباية الشاي مش هتعصر لي مية، هتعصر لي شاي، وان حطيتها في مية وسخة وعصرتها هتعصر لي مية وسخة. لكن الازهر هو اللي شكل عقولنا بدراسته بكمياته العلمية. ازاي بعد ده كله دراسة ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة وبعد كده بره في الشارع، ايه الوضع؟ وضع انا ايه؟ طيب
بلاش وضع أنا، وضع أبويا أنا اللي صرف عليا ابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية، حرم نفسه واداني أنا وعلمني أنا، بل فضل الأزهر عن التربية والتعليم. إزاي أنا بعد ما اتخرج هقعد برضو عالة على أبويا يصرف عليا؟ لا طبعا، الأزهر علمنا بر الوالدين، هقعد عليه عالة هو يصرف عليا؟ لازم أشوف وظيفة تانية، ما لقيتش غير التوك توك اشتغل عليه عشان أكل لقمة عيش. ال 140 جنيه مش عاملين، مش جايبين زي إن أنا أقف بيه على المنبر. 140 جنيه؟ آه، مش جايبين زي إن أنا أقف بيه وأطلع على المنبر وتعتلي المنبر وتعتلي المنبر وتشكل وعي الناس وشكل وعي الناس بفكر الأزهر، لأن هو اللي شكل فكرنا مش بفكر أحد آخر. إزاي؟ بس صاعق توك توك يعني أنا يا جماعة يعني ليس عيبا، محدش خالص هيقول إنه ده عيب يعني، لكن لا زي ما أنا مش عايز. طب اشمعنى أنا بقول القاضي ما ينفعش، واشمعنى بقول إنه المدرس كمان تعالوا نحصنه عشان ما ينفعش إنه يمتهن مهنا يمكن إنها يعني تقلل من شأنه وتخليه يختلط كثيرا فيبقى فيه، لأنه عالم التوك توك لا يعني عالم محاط بكثرة الاختلاط المشاكل الأزمات، لازم أحصنه من ده. يعني تعرف أنا لو بتكلم في أنه بيقبض 3000 جنيه مثلا فهنا نناقش ونقول له تحمل بيها وعيش، إنما ده بيقبض 140 جنيها يعني عشان يروح يقبضها هيدفعهم عشان ينزل من بيته علشان يعتلي المنبر في يوم الجمعة هيروحهم مواصلات يعني. مش عايز الصبر هنا، انت اضطريت تشتغل سائق توك توك. اضطريت ان انا اشتغل سائق توك توك. انا بقول له اديني مكانتي بعد ما انت شكلتني وعلمتني، اديني مكانتي زي ما انت بتدي المدرس في التربية والتعليم وبعد كده بتثبته وتشغله. احنا شوف شغلنا بقالنا قد ايه، ليه سيبنا الفتره دي كلها؟ احنا اولادك. الولد في الميراث بعد ابوه ما بيتوفى بيرث فيه، ينفع ان انا اقول له لا ما ترث؟ خلاص انت كده ابوك صرف عليك وخلص، خلاص مالكش حاجه في الارث بتاعه؟ لا، بيرث فابوه من غير ادنى شروط. ازاي انت بتملى عليا شروط بعد ما علمتني كام سنة؟ 6 ابتدائي، 3 اعدادي 9، 4 ثانوي 13، 4 كلية 17 سنة، سنة تربوي 15 سنة. فكر أزهري. ازاي بعد التعليم ده كله والتشكيل ده كله في فترة السنين دي كلها تيجي تقول لي بره مالكش مكان، أو مكانك 140 جنيه بعد مصرف ده كله في ال 17 سنة ولا ال 15 سنة تقول لي مكانك 140 جنيه في الشهر؟ ال 140 جنيه دول هيجيبوا إيه؟ كتب أحضر منها ولا زي ولا مواصلات عشان أوصل الجامع ولا مش ولا 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 ايه بالظبط؟ مش عارف. انت طبعا بتلبس زي الازهري في ده لازم. غير كده انا طلعت المنبر، نزلت من على المنبر، حضرتك عاوز تركب توك توك عشان توصل مشوارك، يا اسطى ده لسه شايفك في الجامع دلوقتي بتقول انا واعظ. لا لا لا، كلامك غير مأخوذ بيه. ليه ما تخلينيش مكانتي بين الناس، راجل محترم، الناس انا قدوتهم. ما هو الأب قدوة لابنه في البيت، المدرس قدوة لطلبه للطالب. أنت فين مكانتك؟ ليه؟ بيؤلمك نفسيا ده يعني بالتأكيد ده لما شيء يعني طبيعي. بعد أن شيء طبيعي. تنزل من على المنبر وتنتهي من خطبة الجمعة ومن الحديث مع الناس والمناقشات وتبتدي بقى تمتهن المهنة التانية سائق توك توك، ده بيؤلمك نفسيا؟ ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. والامر الاخطر من كده ابوك اللي علمك بعد المصاريف دي كلها وعاوز يجني الثمره بتاعته ويلقاها خلاص في الاخر، مفيش.
بعد المصاريف ده كلها مفيش، حصرته بتبقى ازاي؟ انا عاوز افهم، عاوز يرد عليا حصرته ازاي. انت ربنا اراد لك وتعلمت وخلصت وتوظفت وترقيت في المناصب، بعد تعليم ابوك شاف خلاص مجهوده ثمرته نجحت، انت فين؟ طبعا. وبعدين كمان الدراسات الدينيه والكتب الدينيه يعني هنا بتتطلب بحث وتمحيص ومذاكره ومجهود وكتب واطلاع. باحكام كبيره واطلاع دائم يعني لا يتوقف، اذا توقفت عن الاطلاع هتفقد حتى اللغه في الحديث، في الحديث، لان اللغه تاتيك من كثره الثقافه يعني. وبالتالي هنا طبعا التوك توك ده عشان انت عندك بيت، عندك اسره؟ عندي اسره وعندي اولاد، عندي ثلاثه. عندك ثلاثه؟ بنتين وولد. بنتين وولد. ومكافئتك 140 جنيها في الشهر. بعد وانت داعية تعتلي المنبر، تشكل وعي الناس، تضطر للعمل كصائق توك توك. بيعرضك ده اكيد لمشاكل طبعا واحتكاكات مع الناس، واحتكاكات مع مش متعلمين، المستوى بيفرق، بتضطر ان انت تنزل عشان تتعامل معاهم. طب ليه؟ ليه انت تحطني في الموقف الحرج ده؟ انا بسأله ليه تحطني في الموقف الحرج ده؟ ليه تقلل من قدري بعد ما شكلتني؟ ليه تخلي يعني مثلا يشاور عليك سائق توك توك؟ ما ينفعش طبعا، لانه الناس عندها يعني من يشكلون وعيهم، مهن الفضيله دي يعني بالنسبه للناس تنطبع في اذهانهم بصوره رمزيه يعني لا احد ينسى المدرس اللي علمه وشيخ المسجد اللي بيستمع اليه وبيحب خطبه الجمعه بتاعته ويحب يتلقى الوعي الديني منه ويظل رمزا في ذهني يعني. لما هيلاقيه بيشتغل كان يجب ان انا احصنه يعني من ده. يا سيد الفاضل، الازهر يمتلك مؤسستين، التربيه والتعليم بتمتلك مؤسسه واحده. الازهر بيمتلك تدريس في الازهر وخطابه، والتربيه والتعليم هي تربيه وتعليم. ليه هم بياخدوا حقهم وياخدوا فرصتهم واحنا مفيش؟ لا هنا ولا هنا، لا تدريس ولا خطابه. ليه؟ طب انت علمتنا ليه؟ خرجتنا ليه؟ والله انت تؤلمونا يا جماعه، والله تؤلموا الموقف، الناس حاجه تحزن بصراحه والله. وهي زي ما بقولوا يا جماعه دايما احنا بنقول المضحكات المبكيات، والله يعني تضحك وتعيط على ده، تضحك انه في داعيه يعتلي منبرا يشكل وعي الناس يقاوم الافكار المنحرفه، وقاعدين كل يوم نقول له الخطاب الديني وتطوير الخطاب الديني، وانت بتدي له كام في النهايه؟ زي ما قال المتنبي كم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. تسمع الكلام ده